امتداداً لسلسلة المبادرات التي يقدمها مجتمع جميل في مختلف المجالات لخدمة هذا الوطن وأهله، وحرصاً منه على الإسهام في البناء والتطوير، يقف اليوم مجتمع جميل مرة أخرى وبالتعاون مع أمانة محافظة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وراء مشروع فني جديد ذي طابع خاص يضيف لمسة جمالية جديدة لعروس البحر الأحمر. تحرص أمانة محافظة جدة باستمرار لتقديم الأفضل من المشاريع والخدمات لأهالي مدينة جدة، وها هو مشروع متحف جدة للمجسمات تقدمه أمانة محافظة جدة ومجتمع جميل كنموذج مميز للتكامل الذي يمكن أن يتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية الوطن وتقديم الخدمات لأبنائه. الحب يصنع المعجزات، لأننا نحبكم هو الشعار الذي قام عليه مجتمع جميل قبل حوالي 10 سنوات، فالفكرة انطلقت من الحب. ولأننا نحب مدينتنا ونحب مجسماتها الجمالية، تمت ترجمة هذا الحب في برنامج لتحسين وتطوير هذه المجسمات بالتعاون مع أمانة محافظة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، فسخرت لها أفضل الخبرات الدولية المتخصصة وأنشئت الورش الفنية لصيانتها، كما تم توفير طاقم إداري وفني لإنجاز هذا المشروع. ديسمبر 2011 كان تاريخ البداية، حيث انطلق فريق العمل وبالتنسيق مع محافظة جدة، وبعد العديد من الأبحاث والتخطيط والتصميم تم تحديد كورنيش جدة الأوسط والمعروف باسم الحمرة ليكون محطة للإبداع والفن، وبدأت مرحلة التنفيذ، حيث قام مجتمع جميل بإنشاء ورشة خاصة لصيانة المجسمات مجهزة بكافة الوسائل الفنية المتخصصة، وتم نقل 21 مجسماً من مختلف ميادين وطرق جدة إلى هذه الورشة لحاجتها إلى صيانة دقيقة. أما المجسمات الكبيرة فقد تمت صيانتها في مواقعها في كورنيش جدة الأوسط في جدة، وفوق مساحة تقدر بحوالي 7000 متر مربع، تم اختيار 27 مجسماً برونزياً لأشهر الفنانين العالميين، وأعيد ترميمها وتحديثها وتلميعها وإكمال صيانتها وإعادتها إلى شكلها الأصلي وإصلاح الأضرار التي أصابتها على مدى 10 سنين، وذلك تحت إشراف متخصصين وفنيين محترفين. كما تم اختيار 20 مجسماً ليكونوا أساساً لمشروع متحف جدة للمجسمات. هذا وقد شارك في المشروع شركات عالمية منها بلاودن أند سميث صيانة المجسمات والإشراف على المشروع، إمتك الشركة المتخصصة في فك ونقل المجسمات، نست ستوديوز الشركة المتخصصة في عمل التصاميم الخاصة بقواعد المجسمات، لوكس بوبولي الشركة المسؤولة عن إنارة المجسمات، بوث كليبورن إديشنز الشركة المسؤولة عن إعداد كتاب عن المجسمات، ليتمكنوا جميعاً في سبتمبر 2013 من تشكيل ورسم لوحة فنية فريدة من نوعها لعروس البحر الأحمر، كما تعد هذه اللوحة من أكبر لوحات العالم كمتحف للمجسمات يضم أعمالاً لفنانين عالميين. ولإنجاز مثل هذا المشروع كان لابد من إعداد وإصدار كتاب خاص يوثقه بكامل تفاصيله باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل تاريخ جميع المجسمات في جدة، ويركز على مشروع متحف جدة للمجسمات وإسهام مجتمع جميل في إنجازه. لأننا نحبكم هو شعار مجتمع جميل، وبهذا الشعار نسعى لخدمة مجتمعنا وخدمة وطننا ورسم صورة مشرفة تفخر بها الأجيال. متحف جدة للمجسمات الذي نحتفي بافتتاحه اليوم هو باكورة سلسلة من المشاريع الاجتماعية بين مجتمع جميل وأمانة محافظة جدة، لتكون جدة مدينة الفن والثقافة.